يا مساء الخير وسعادة على كل مشاهدينا مشاهدين ترانز على شاشة القناة الأولى. وحشتونا جدا في الأجازة الطويلة اللي فاتت، بس رجعنا لكم بكل الأخبار الجديدة، وزي ما عودناكم هنبتدي بفقرة ترانز أوف ذا ويك. وفاة مصطفى درويش، باك ستريت بويز يتصدرون الترند، عروسة باربي بتتصدر الترند، حالة من الجدل بسبب مسلسل سيتاديل. يلا بينا نعرف كل التفاصيل. أول خبر معانا النهاردة مع الأسف هو خبر حزين ومتعلق بوفاة الفنان مصطفى درويش عن عمر 43 سنة بشكل مفاجئ. بمجرد ما أعلن أخوه هاني درويش عن الوفاة على الفيسبوك، حصل حالة من الحزن الشديد سيطرت على كل وسائل التواصل الاجتماعي، وطبعا كلنا بندعي للفنان الراحل بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان. من الحاجات اللي صدرت الترند بشكل كبير خلال الاسبوع اللي فات هي حفله باك ستريت بويز واللي اقيمت في مصر لاول مره، وطبعا الحفله دي جزء من جوله فنيه للفريق اللي اشتهر في التسعينات، وهتكون الجوله في عدد من الدول الافريقيه والعربيه ومنها طبعا السعوديه والامارات، وكانت صور الفريق في الاهرامات وجولتهم السياحيه في النيل من اكتر الصور اللي انتشرت على السوشيال ميديا قبل الحفله اللي اقيم يوم الاثنين اللي فات. عروسة الأطفال باربي اتصدرت الترند خلال الأسبوع اللي فات، وده بسبب إعلان الشركة المنتجة للعروسة عن إصدار خاص بيها بتمثل طفلة مصابة بمتلازمة داون، وده طبعا كجزء من خط ماتل باربي فاشونيستاز. الشركة قالت إنه الهدف من إنتاج العروسة دي إنها تعرف الأطفال أكتر على المصابين بمتلازمة داون وتقرب ما بينهم. الشركة كمان وضحت إنها أصدرت قبل كده عدد من عرايس باربي بهدف التوعية برضو، ومنهم عروسة بتستخدم سماعات لضعف السمع وعروسة على كرسي متحرك أو بأطراف صناعية. وشرحت الشركة الهدف من الإدارات الخاصة للعروسة باربي، وقالت إنها بتحاول توعي الأطفال في سن مبكر وتعودهم على التعامل مع المصابين بمتلازمة داون أو غيرها من الأمراض الأخرى لذوي الاحتياجات الخاصة. الحقيقة بجد الفكرة حلوة جدا، لأنها بتدي الأطفال فرصة إنهم يقبلوا الآخر ويقدروا يتعاملوا معاهم بشكل طبيعي جدا. حالة من الجدل الكبيرة خلقها مسلسل سيتاديل حوالين العالم بعد إذاعة الحلقة الأولى ليه، وده لأن المسلسل اتصدر كل محركات البحث حوالين العالم وبقى الترند رقم واحد عالميا بعد إذاعة الحلقة الأولى، واللي حققت ملايين المشاهدات حول العالم. المسلسل من بطولة ريتشارد مادن، وهو طبعا بطل مسلسل جيم أوف ثرونز، وكمان النجمة الهندية بريانكا تشوبرا، واتعرضت الحلقة الأولى منه يوم 28 أبريل اللي فات، ومن المقرر كمان عرض الحلقة الثانية إن شاء الله يوم الجمعة اللي جاي. أما قصة المسلسل فبتدور حوالين وكالة التجسس العالمية والمستقلة، وهي وكالة سرية كان نشاطها اتوقف لسنين وبعدين رجعت تاني تمارس أعمالها عشان تحافظ وتنقذ العالم من المؤامرات السرية واللي هدفها تدمير العالم كله. والحقيقه انه زي ما في اشاده عالميه بالمسلسل كان في كمان نقد كبير ليه، وخرجت بعض الصحف العالميه عشان تقول انه قصته مقتبسه من فيلم للنجمه العالميه جوليا روبرتس، وهو فيلم دوبليسيتي. وبكده تكون خلصت فقره ترندز اوف ذا ويك. من كام يوم بالظبط اعلنت قناه الوثائقيه المصريه انها بدات في انتاج فيلم وثائقي عن حياه الملكه كليوباترا السابعه، وده طبعا بعد الازمه الكبيره اللي عملها المسلسل الوثائقي اللي انتجته شبكه نتفليكس. والحقيقه انه بالرغم من انه لسه المسلسل هيتعرض يوم 10 مايو اللي جاي، الا انه سبب حاله كبيره من الغضب عند الناس بمجرد طرح التريلر الخاص بيه، وعشان كده احنا قررنا ان احنا النهارده هنتكلم عن المشكله دي تحديدا، مش مشكله مسلسل كليوباترا بس، ولكن مشكله شبكه نتفليكس بشكل عام. عشان كده هيكون معانا دلوقتي على الزوم الناقد الفني خالد ابراهيم الصحفي باليوم السابع. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك وكل الساده المشاهدين، اهلا بيك. عامل ايه يا استاذ خالد؟ كله زي الفل الحمد لله، كل سنه وانت طيبين. وانت طيب ميرسي. في البدايه عايز اعرف من حضرتك ايه رايك في الازمه اللي حصلت بسبب مسلسل كليوباترا؟ طيب، هو الحقيقه ان الموضوع مش يعني الفتره اللي فاتت طبعا كان في جدال كبير حوالين الفيلم المنتظر، يعني بعد الضجه الكبيره اللي حصلت طبعا مش منتظر ان احنا نشوفه، ما كناش طبعا حابين ان احنا نشوف حاجه زي كده، ولكن الازمه حصلت. بشوف ان الموضوع ليه اكتر من وجه يعني، لكن خليني ابدا من الاخر وفكره انه ازاي احنا نقدر نواجه هذا
الفكر، خلينا برضو نقول ان ده فكر، يعني نوع من انواع الاعمال السينمائيه او الوثائقيه او حتى الاعمال المسلسلات وكده، ده نوع من انواع الفكر. خلينا نواجه الفكر بالفكر، وده اللي فعلا حصل في الفتره الاخيره. لكن انا بشوف ان المشكله كلها ان المصريين اصبح عندهم، او عدد كبير من المصريين في السنين الاخيره ومع الهوجه الكبيره للسوشيال ميديا والعالم اللي اصبح مفتوح، اصبحوا يدركوا فكره المؤامرات اكتر شويه، اصبحوا يدركوا فكره الاعداء، وان الحرب على اي بلد او اي حاجه ما بتبقاش او ما بقتش بالسلاح، ما بقتش بالحرب الكلاسيكيه اللي معروفه اللي بنقرا عنها في التاريخ، ولكن التكنولوجيا والاعمال الفنيه والاعمال الفكريه والادب والروايات وغيره وغيره، والذكاء الاصطناعي مؤخرا اصبح هو الوسيله الجديده لاختراق اي شعوب او لتوجيه افكار معينه لهذه الشعوب. انا بشوف ان ازمه مسلسل كليوباترا او فيلم كليوباترا، يعني اللي المفروض هيطرح كمان كام يوم على منصه نتفليكس، بشوف ان دي واحده من الاساليب اللي بنتكلم عنها. صحيح ان المنصه موجوده وعدد كبير من المصريين بيشاهدوها وبيتابعوا الاعمال اللي عليها، ولكن ده ما يخلينيش ان انا ابقى منتبه جدا جدا وانا بتفرج وبتابع وبشوف ايه الرسائل اللي الغرب او ايه الرسائل اللي احدى الجهات او جهه معينه بتحاول ان هي توصلها لي، وبالتبعيه بتحاول ان هي توصلها للعالم كله عن مصر. فهم دلوقتي بيحاولوا يحكوا التاريخ المصري، لكن المطلوب مننا ان احنا اللي نحكي التاريخ المصري. طيب حضرتك يعني ده تاريخ زي ما حضرتك لسه قايل دلوقتي، ازاي ممكن حد يقعد يتلاعب بالحاجات؟ يعني انت لو دخلت على جوجل ولا دخلت اتفرجت على اي حاجة او قريت كتاب هتعرف الحقيقة. ازاي هم بيكون عندهم القدرة ان هم يغيروا تاريخ موجود بالفعل من الافات السنين ويحولوه بالطريقة دي؟ زي ما بنقول، هي دي الحرب الجديدة، هو ده العالم الجديد، وبالتالي الاساليب الكلاسيكية القديمة بتاعت الاعتراض والمنع و و و اصبحت غير مجدية. لانه شئنا ام ابينا، اي منصه او اي حاجه هتعمل حاجه مشابهه بنشوف ان هي معاديه لتاريخنا وثقافتنا وحضارتنا، شئنا ام ابينا العمل ده هيتعرض. وبالتالي ايه هو المنهج الصحيح في مواجهه هذه الاعمال؟ زي ما حضرتك ذكرتي، الاعمال التاريخ نفسه موجود في الكتب طبعا. الحضارات كلها الكتب بترصده عبر الاف السنين، ولكن دايما الحقيقه او الكتب التاريخ ممكن تكون بتظهر الحقيقة من وجهة نظر معينة طبعا. وبالتأكيد الحقيقة لها أوجه مختلفة. أنا أقدر أو بشوف لما أقرأ كتاب تاريخ أشوف الحقيقة من منظوري، غيري لو قرأ نفس الكتاب هيشوف الحقيقة من منظور مختلف، ما بالك بآلاف وملايين ومليارات الكتب اللي بتتكلم عن وجهة نظر مختلفة غير اللي أنا شايفها. وبالتالي كتب التاريخ موجودة، مش هقول لكل الناس تخش تقرأ كتب التاريخ وتعرف قد إيه الحضارة المصرية عظيمة وقد إيه كنا فجر التاريخ زي ما بيقولوا والكلام اللي كلنا عارفينه ده، و7000 سنة حضارة و و و اللي كل الناس تقريبا حافظاه. ولكن إحنا دلوقتي في اللحظة الحالية، السؤال اللي أهم بالنسبة لي إنه مش من المفروض المصريين يقروا ولا لأ والكلام ده كله، ولكن ازاي المصريين يقدروا يحافظوا على اللي بيشوفوه ان هو تاريخهم من خلالهم ومن وجهة نظرهم. وعشان كده بقول انه صعب جدا ان كل الناس تقرا كتب التاريخ طبعا، ولكن خصوصا يا استاذ خالد الاجيال الجديده، خلينا نتفق ان هم بيتفرجوا اكتر ما بيقروا. بالظبط اللي عايز اوصل له بالظبط، انه مش كل الناس هتقرا ومش مطلوب من كل الناس تقرا بالمناسبه، ولكن اللي مطلوب من الناس ان هي يعني ما تبقاش حادة جدا وقاسية جدا في الأحكام، ولكن تنتظر لحد ما الرؤية تتضح. بمعنى أنه الفيلم أنا شايف أنه واحدة من المساوئ اللي الناس تلقت بيها الخبر الضجة اللي حصلت اللي ساهمت في الإعلان عن الفيلم نفسه صح. بمعنى آخر أنه ممكن تكون أنه عملت يعني دعاية عكسية صح، وبالتالي يكون الفيلم نفسه استفاد. بينما ان احنا لو شغالين على التراك بتاعنا وبنعمل الواجب بتاعنا من الاول خالص وعارفين التاريخ بتاعنا وبنبدا نشوف ايه النقط المضيئه فيه وحتى النقط الغير مضيئه عشان نتلافاها في المستقبل، لو احنا اللي بنعمل الواجب بتاعنا ده من البدايه اعتقد ان ما كناش هنوصل للمرحله دي. وبالتالي يعني لو هم عايزين يعملوا التاريخ من وجهه نظرهم تمام اوكي، الكتب التاريخ موجوده والمنصات موجوده ومحدش هيقدر يمنعها، ولكن احنا هنا بقى دورنا ايه؟ اولا دورنا في الاعتراض بيكون ازاي؟ هل بيكون بطريقه عنيفه جدا فيدي انطباع وحش
للي قدامنا ان احنا ضد الحريات وان احنا ضد الاعمال الفنيه وان احنا ضد ما بنحترمش الراي الاخر، ولا ان احنا نبدا نقول لهم طيب اعملوا اللي عليكم واحنا كمان هنعمل اللي علينا، وتاريخكم اللي انتوا بتكتبوه عننا احنا اللي هنكتبه عن نفسنا. طب حضرتك بتقول احنا مش عايزين نبان ان احنا ضد الحريات، وحضرتك شايف انه من الحريات والمهنيه ان الشركه تقوم بقفل التعليقات على التريتر على سوري التريلر على كل وسائل التواصل الاجتماعي؟ انا مش معنى كلام ان هم يعني اشخاص يعني بيحترموا الحريات واحنا اللي بنظهر ان احنا شعب رجعي عنده مشكله مع الحريات اطلاقا، يعني هتلاقي انه لو كان عندنا مشاكل في بعض الاوقات ولكن دايما بنحترم الاخر وتاريخنا يعني بيظهر ده، ولكن مش معنى كلامي برضو ان احنا نكون زيهم، بالعكس هم دلوقتي قرروا ان هم يعملوا حاجه خلاص تمام، الدور بقى علينا احنا اللي بتكلم فيه دلوقتي ان احنا شعب مش عنصري، اعتقد ان ده يعني واضح للجميع، وان كانت في بعض المشاكل فالمشاكل دي لا تقول ان احنا شعب عنصري، لانه في كلام كتير طلع على انه الفيلم مرفوض من الشعب المصري لان الممثله صاحبه بشره سمراء، وهذا غير صحيح على اطلاق، والتاريخ المصري مليان يعني فنانين كبير يعني كتار جدا وعظام جدا اصحاب بشره سمراء، لكن الفكره في لصوص الحضاره، لصوص الثقافه والتاريخ، هو ده اللي احنا بنعترض عليه، مش بنعترض على اصحاب بشره ولا بنعترض على فكره ان احنا شعب عنصري ضد شعب اخر اطلاقا، الشعب المصري في الوقت الحالي عنده نبره وهي كيفيه إعادة العلاقات مع الشعوب الأفريقية، أعتقد ده بيتنافى تماما مع فكرة العنصرية اللي البعض بيحاول يروجها طبعا عننا. صح. طيب هل متاح إنه يكون في أي قرار تجاه المنصة دي ولا ما ينفعش لأن هي منصة عالمية أو دولية؟ بشوف إنه صعب جدا، يعني سيبك من إن هي منصة عالمية أو دولية، كبرى الشركات اللي ليها علاقة بالتواصل الاجتماعي في بعض الدول مثلا زي الصين مش موجوده، فيسبوك مثلا او بعض المنصات الشبيهه يعني اللي ليها علاقه بالولايات المتحده الامريكيه مش متواجده في الصين، لكن الصين قدرت ان هي تعمل منصات خاصه بنفسها، لكن برضو بقول انه ان المنع ليس الطريقه المثلى، يعني اني امنع منصه او امنع فيلم معين او كده ده مش هيخليني ان انا اوصل الرساله بتاعتي زي ما انا عايز، بالعكس انا زي ما بقول تاني ان رسالتي هتبقى اقوى جدا واوضح جدا اذا تم عرض الفيلم وتم استقباله على النهج اللي هم مش متخيلينه، او اذا اثبت الفيلم فشله، او اذا اسقط الفيلم نفسه بنفسه، وهو ده اللي احنا منتظرينه. العالم كله على فكره بالمناسبه دلوقتي اليونان وبعض الدول الاوروبيه هي اللي بتعارض فكره اصلا انه ازاي فيلم بيتكلم عن الملكه كليوباترا مش المصريين اللي بيعملوه، وان بيعملوا هم بعض اصحاب زي ما بيقولوا الافرو سنتريك او المركزيه الافريقيه، فالمعركه ممكن تكون معركه مصريه خالصه، وممكن تكون معركه وده الافضل يعني ممكن تكون معركه بيشترك فيها عدد من الجهات زي ما بنشوف دلوقتي من بعض الدول الاوروبيه، لكن زي ما هرجع اقول تاني ان الدور اللي علينا الواجب بتاعنا الهوم ورك بتاعنا ان احنا نروح بعد المدرسه نعمل الشغل بتاعنا. ايه هو الشغل بتاعنا؟ نبدا نشتغل على التاريخ، التاريخ المصري مش صغير. طب بما ان حضرتك بتقول كده دلوقتي يعني ايه رايك عديد من الحضارات او وجهه نظر حضرتك من الخطوه اللي قامت بيها الشركه المتحده والقناه الوثائقيه بان هم يردوا عن طريق انتاج فيلم في عن حياه كليوباترا ويكون هو ده الرد المناسب ولا لا؟ هو ده الواجب اللي بتكلم عليه، هو ده الهوم ورك بتاعنا اللي احنا المفروض نعمله. بدرت الشركة المتحدة بهذا القرار، واعتقد ان هو ده اللي كنا منتظرينه. وبالمناسبة القرار ما جاش في سياق ان هو عمل دعاية مضادة للفيلم، لا خالص. لا احنا ناس طبيعية على فكرة بتغير على تاريخها. القناة الوثائقية. نعم احنا مش ما كانش علشان نرد على قد ما انت بتبقى غيران على تاريخك وبتبقى غيران على بلدك بالزبط. وبتبقى يعني طبيعي ان انت لو حد جه قال حاجه عنك يا استاذ خالد بطريقه مش صحيحه هيبقى ليك حق الرد. مليون في الميه صح، بس انا بتكلم في فكره كمان ان الناس دول بيشوفوا شغلهم طبعا. حتى القناه اسمها الوثائقيه، وبالتالي العمل نفسه جوه سياق الشغل بتاعها. اللي مطلوب مننا ايه؟ انتظار العمل المصري واللي قايمين عليه الاستعانه بالخبراء والمتخصصين، واللي انا متاكد منه انه القرار ما هوش انفعالي او لحظي او لمجرد الرد على ادعاءات خارجيه باطله، ولكن اللي انا متاكد منه ان العمل سيكون قائم على الاستعانه بخبرات في التاريخ
خبرات في الجغرافيا، خبرات في الحضارات نفسها والعلاقات بين الحضارات وبعضها، لان دي مساله برضو شائكه جدا. هو ده الواجب بتاعنا، هو ده اللي مطلوب مننا. هل مطلوب مننا ان احنا نقف عند هذا الحد؟ اطلاقا لا. التاريخ المصري مليان بالعديد من الحضارات زي ما بيقولوا. وهرجع لحضرتك شويه كده، نجيب محفوظ لما جه خد نوبل وعلشان يستلم الجائزه بتاعته، هو طبعا ما راحش وارسل يعني بناته مندوبين عنه، قال جمله انا بعتبرها انه هي دي الحل لكل المشاكل المتعلقه بالهويه بتاعتنا. قال انا ابن حضارتين تزوج في عصر من عصور التاريخ زواجا موفقا، اولهما 7000 سنه وهي الحضاره الفرعونيه، وثانيهما عمرها 1400 سنه وهي الحضاره الاسلاميه. انا بشوف ان الجمله دي لخصت كل حاجه. مظبوط. زودي عليهم بقى الحضاره القبطيه والحضاره الاسلاميه المتفرعه الايوبي والعباسي والمملوكي، حاجات كتيره جدا الى ان وصلنا الى هذا العصر. فاحنا عندنا يعني ارث كبير جدا وكنوز موجوده عندنا في التاريخ نقدر ان احنا ناخد منها الكثير. هرجع تاني لفكره فيلم كليوباترا. اللي مطلوب مننا في اللحظه دي ان احنا نستنى عمل مبهر. صحيح الاعمال الوثائقيه بالنسبه للمصريين كتير مش مفضله او مش بيتابعوها كتير، ولكن اعتقد ان من النقطه دي او من اللحظه دي هيكون في تركيز كبير جدا على فكره الاعمال الوثائقيه، لادراكنا كمان ان الرسائل مبطنه من هذه الاعمال مش بالاعمال الروائيه بس. مظبوط. ناقد الفني خالد ابراهيم الصحفي باليوم السابع، بشكر حضرتك على المداخله دي جدا. خلونا نروح دلوقتي نشوف مع بعض فقره السوشيال لاب ونرجع نكمل بقيه فقراتنا. وجي معادنا دلوقتي مع فقرة السوشيال لاب اللي بنشوف منها ازاي الفنانين بيتعاملوا مع الاكاونتس بتاعتهم على السوشيال ميديا. السوشيال لاب النهاردة عن الفنانة جميلة منى زكي اللي امتعتنا في دورها في مسلسل تحت الوصاية واللي كان عليه ردود افعال قوية جدا على السوشيال ميديا، وحاليا انتهت من تصوير فيلمها الجديد الجواهرجي واللي مقرر عرضه في عيد الاضحى، وبيشاركها في بطولته الفنان محمد هنيدي، وده يعتبر كده اللقاء الاول بين هنيدي ومنى زكي بعد تقريبا 23 سنة من فيلمهم صعيدي في الجامعة الامريكية. تعالوا نشوف منى زكي بتعمل ايه على السوشيال ميديا وايه اكتر أبليكيشن متفاعلة عليه. نبدأ من الإنستجرام. بيتابع منى زكي 7,900,000 فولور، وهي بتتابع 2,474، معظمهم طبعاً من الوسط الفني وبلوجرز، وطبعاً كمان مصممين أزياء أشهرهم زهير مراد وأكاونتس تانية مهتمة بالأمومة والأطفال. طبعاً إحنا ملاحظين وأكيد أنتوا كمان أن منى زكي الفترة دي نشيطة جداً في أعمالها الفنية وحضورها للمهرجانات السينمائية، وبالتالي ده سبب واضح أنها تكون متفاعلة بشكل كبير على السوشيال ميديا. تعالوا نشوف تفاصيل صور الإنستجرام عند منى زكي. منى زكي نشرت حوالي 491 صورة وفيديو، الصور كلها عبارة عن بوسترز لأعمالها ومشاهد لمسلسلاتها وأفلامها، وكمان فوتو سيشنز ليها بلوكس متنوعة ومتميزة. صور منى زكي على أغلفة المجلات ليها نصيب كبير جدا على الأكاونت، فلقينا أنها نشرت أكتر من 30 صورة ضمن فوتو سيشن لمجلات عربية وعالمية، وكمان صور ليها لبراندز خاصة بالبشرة، وكمان نشرت أكتر من 100 إطلالة في مناسبات مختلفة آخرهم تكريمها في حفل توزيع جوائز جوي أوردز. كسفيرة النوايا الحسنة لليونيسف مصر، منى زكي مهتمة بقضايا الطفل والتنمر والتحرش، ولقينا أنها منزلة أكتر من 10 صور وفيديوز لتوعية بقضايا الطفل. أحمد حلمي ومنى زكي وعلاقتهم اللي كلها هزار وحب ودايما ليهم حضور جامد على السوشيال ميديا، وخصوصا الفيديوز اللي بينهم اللي دايما بتتصدر السوشيال ميديا، ودايما بيحرصوا ان هم يحضروا كل الفعاليات الفنيه سوا. منى زكي نشرت اكتر من 50 صوره وفيديو بتجمعها بحلمي، وهي دايما بتشجعه وبتدعمه وبتدعم اعماله. دلوقتي احنا رايحين مبنى الامم المتحده علشان النهارده في اطلاق تقرير ليه علاقه بالتقرير العالمي تنميه الطفولة المبكرة. بالظبط. أول مرة نروح اليو إن وإحنا إكسايتد جدا. أول مرة نحضرها النهاردة وإن شاء الله يبقى حضور موفق كده وما يبقاش فيه أي إنجليزي كتير. هيبقى بس إنجليزي. أنا عارف. من الانستجرام نروح لتيك توك. بيتابع منى زكي 1,000,000 فولور وحققت 937,000 لايك، وبتتابع 194 اكاونت على التيك توك، واخر فيديو نشرته اعلان مسلسل تحت الوصايه وحقق مشاهدات عاليه. جيت هنا قبل كده؟ لا اول مره. مش احنا اتفقنا ما نجيبش سر بابا مع اي حد خالص؟ جوز حضرتك فين؟ ليه؟
تعمل اللي انت بتعمليه عشان عيالها تبقى بطلة وحلال. كفايه كلام حلال. من التيك توك نروح للتويتر. منى زكي ليها حضور كبير على تويتر، وعشان كده هنلاقي 3,200,000 فولور بيتابعوها على تويتر، وهي بتتابع 252، ونشرت لحد دلوقتي اكتر من 1761 تويت. وبكده نكون خلصنا السوشيال لاب وعرفنا منى زكي بتتفاعل قد ايه على السوشيال ميديا. مسلسل جعفر العمدة طبعا كان واحد من اهم الاعمال في رمضان اللي فات، والمسلسل قدر ان هو يحقق نجاح جماهيري كبير جدا. عشان كده ضيفنا النهارده هو فنان كان ليه ظهور مميز جدا في المسلسل، ودوره اثر في ناس كتير جدا، لانه ببساطه قدر انه ينتقم من شخصيه كانت مضايقه الناس في المسلسل، وهي طبعا شخصيه وداد. ضيفنا النهارده الفنان كريم صبحي. ازيك يا كريم؟ ازيك يا ريام؟ عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ وحشتنا يعني. كان انا اعرف كريم يا جماعه تقريبا من واحنا اطفال. انا مستغرب اصلا ان انت قاعده بتعملي معايا انترفيو. صعب قوي اعمل لك انترفيو. انا اعرفه لان هو احنا كمان كريم طبعا زي ما كلنا عارفين قبل ما يبتدي يمثل كان بيشتغل مذيع، واحنا اشتغلنا مع بعض حبه حلوه في حياتنا. اشتغلنا من 2008 تقريبا 2007 2008. بس كنت قبل كده انا كبير عنك. لا ما تقوليش كده، ما تكبريش نفسك. طب قولي يا كريم، ايه اللي خلاك ان انت فعلا تشفت من ان انت كنت مذيع وابتديت تتجه للتمثيل؟ والله هو مش شيفت، بس هو الموضوع حصل بالصدفة جدا. يعني انا كنت بقدم برامج وكنت بقدم احد البرامج اللي هي نشرة اخبار الفن، كان برنامج فيورشيب بتاعته عالية جدا، وكنت بعمل برضو كوفرج للمهرجانات وكده. وبعدين من خلال البرامج دي جات لي فرص وعروض للتمثيل، فابتدى الموضوع. وبعدين مع الوقت انجرفت شوية في حتة التمثيل دي، بس ما كانش كارير شيفت مقصود يعني، فاهم قصدي؟ حصلت بالصدفة. حصلت بالصدفة. بس انت كان نفسك تمثل من زمان؟ كان نفسي امثل من زمان. وما كنتش داخل على فكرة موضوع الإذاعة والتقديم ده عشان امثل، لا يعني انا بحب ده وبحب ده، لكن هي يعني حاجه جابت حاجه، بس الاثنين ما لهمش اي دعوه ببعض خالص. يعني انت فاهمه. ايوه طبعا. طب عملت اي ورش تمثيل لما ابتديت تتجه وكده؟ طبعا عملت ورش في مصر، وعملت ورش في امريكا في لوس انجلوس في مايزنر ستانفورد سكول في LA، وفي مصر عملت مفيش ورش التمثيل في مصر ما عملتهاش تقريبا. عملت كل حاجه يعني، اشتغلت جامد قوي على نفسك. طبعا طبعا ده انفستمنت يعني. فنانين كتير قوي بيقولوا ان الورش بره مصر بتفيد جدا وان هي بتكون مختلفه، فعلا ده بيكون موجود؟ بصي هقول لك على حاجه، هم ليها اكسبيرينس برضو كويس، ولكن طريقه تمثيلهم بتختلف عن طريقه تمثيلنا، انفعالاتهم مختلفه عننا، طريقتهم مختلفه عننا. في حاجات طبعا احنا هنا ده تقطيع شرايين دراما وعياط ونصوت ونعلي شويه. هم هناك زي ما انت بتقولي في برود، هم ساتل شويه في رياكشناتهم، ولكن في الاخر في مدارس تمثيل كومن ما بين المصريين والاجانب، زي لي ستراسبرج مايزنر وهكذا، دي كلها تكنيكس تمثيل عالميه وبتطبق في سواء في مصر او بره، بس هم طريقتهم نسبيا مختلفه عشان احنا اصلا مختلفين عنهم. بالظبط، ثقافتنا مختلفه. بالزبط. طريقتنا وردود افعالنا بتكون مختلفه تماما. يعني ساعات بحس ان ممكن لو انت طلعت ورشه بره مصر، سيبك من طبعا المدارس اللي انت قلت عليها، بس في حاجات تانية بيكون هم ردود افعالهم اساسا في الطبيعي بتاعهم مش شبهنا. مش شبهنا، وساعات بيفتكروا اللي هو ايه يا عم انت مقفور كده ليه؟ لا على فكره هو عادي، ما انا بتكلم اهو وبشاور بايدي وبتكلم وبعلي صوتي وبتاع، هم بالنسبه لهم الكلام ده مش ايه ده هو بيعمل كده ليه، فاهمه؟ طب كريم قول لي بقى، استقبلت ازاي ردود افعال الناس بعد جعفر العمده والحلقات اللي انت ظهرت فيها؟ اتخضيت. لا حاجه غير متوقعه خالص. فكره ان انت بتبقي رايحه تعملي دور صغير ومفيش ما عندكيش توقعات للدور ده، وايه اللي هيحصل في الدور ده، ومره واحده تلاقي التيك توك والانستجرام وفيسبوك والموضوع متفايرل، دي حاجه الفورمولا بتاعت الترند دلوقتي، بما انكم يعني ترندز مش مفهومه. ما تعرفيش ايه اللي هيطلع ترند وايه اللي يعني، ياما دخلنا اعمال وكنا فاكرين انها هتدغدغ الدنيا
ما عملتش اي ما حصلش حاجة. ما حصلش حاجة. يا مدام يا مدام. هلو ازيك؟ وحشتيني. متحرجناش بقى. جابك يا سعيد؟ جاي اتفرج على عزي. عزي اللي انت متمرمغه فيه. واتفرجت يا اخويا؟ لسه زي ما انت مش هتتغيري. انانيه وواطيه والقرش سيدك. بتحترم نفسك يا عم انت ولا بتتهزر؟ عرفت. مغفل جديد؟ هو مين تقول مغفل؟ ها؟ ارجع. ما تتحركش. سامع؟ اسمع. والله لا كم موتك يا ودا. والله لا قتلك لأنك تستاهل الموت. بس انت دايما يا كريم أدوارك برضو بحس ان هي اللحظة بتاعت قلبة المسلسل. يعني مش حتى بس في جعفر العمدة. في أدوار تانية انت عملتها كتير تحس ان هو ممكن يكون ما كنتش موجود في كل الحلقات 100%، بس بيبقى في حلقات انت بتقلب الموازين بتاع المسلسل. ما هو بص يا ريهام، هي الكم ولا كيف؟ كيف طبعا. فأنا بالنسبة لي كيف. يعني في أدوار بتبقى موجودة من أول حلقة لغاية آخر حلقة في المسلسل، دي اسمها أدوار مردات. هو ما حد موجود بيرد، لكن أو ساعات للأسف الكتاب في مصر بيحشوا بيها. فالأدوار دي ما يعني بتبقى أدوار مجاملات، يعني الممثلين اللي بيجوا فيها بيجوا مجاملة كده. لكن أنا نوعية الأدوار دي ما بحبهاش. بحب حاجة تبقى إفكتيف جدا بغض النظر بقى ظهورها كان قد إيه. كريم متاخد عنك دايما بسبب ادوارك ان انت بني ادم شرير، يعني مش انت مش كده خالص يا كريم بصراحه، يعني طول عمرك مش كده. يعني دايما بتنقي الادوار بحس ان انت شويه فيلن، او ان انت شويه هتاذي حد، او ان انت هتعمل حاجه في حد. ايه كريم ليه كله كان فيش طيبه خالص في الموضوع؟ والله مش عارف. هو يمكن انا تايب كاستد، محصور في الحته دي. لا لا ما اعتقدش. مش عارف يعني حتى شكلك الكريم ما يديش كده. شكلي شرير؟ لا بالعكس، شكلك العكس. شكلي طيب؟ ما مش عارف، بس يمكن ما اعرفش. انا لغايه دلوقتي بصي عشان اكون صريح معاكي، ما جاتليش فرصه ان انا اختار قوي الادوار. لكن في مصر للاسف في كتير قوي من المخرجين بيقول لك ايه ده كان شاطر قوي في الدور الفلاني، فخليه بقى هنركوره كده على طول. يعني ناس كتير جدا بيبقى دور الضابط، في واحد بيطلع ضابط على طول، في حد بيطلع دكتور على طول. انا صدفت معايا بس ان انا جروب الدفعه ونزوة لا النزوه لسه دوري مش باين قوي فيه، هيبان اكتر في بارتو. لكن جروب الدفعه وجعفر العمده نصاب، والاثنين جم ورا بعض. ده كان اوف سيزن وده في السيزن بتاع رمضان، فالناس بقى ابتدت ايه تصنفني اكتر في الحته دي. صباح الخير. الليله كانت حلوه صح؟ وايه الجديد؟ نسيت أقولك على حاجة صغيرة بس. دي آخر ليلة بينا. يقعد مبطل يسرق الخلص ده بقى. الله. يا سمر ما قلتلكيش؟ مش أنا نصبت عليكي؟ يمي مبطل غلاسة بقى الله. زي ما بقولك كده، نصبت عليكي إيه؟ نصبت عليا إزاي يا روح أمك؟ نصب يعني نصب. سمر. يلا يا متر، وزع لكل واحد نصيبه من فلوس ابني. ايه
نزل الشنطة في العربية يا متر. بس لازم اعمل الكاونتر بتاعها فعلا. انت عندك حق. لا بس يعني انا بصراحه مبسوطه يعني. انا عن نفسي كمشاهده بتفرج بحس ان انت عامل الدور هايل. بجد؟ مش حاسه. اه طبعا عجبتك يعني. اه جدا يا كريم. اصل انت الوحيده اللي تقدري فعلا تحكمي عليا لانك انت عارفاني من زمان. أيوة. فلو فهتعرفي الوقت اللي انا فعلا لا ده هنا بيمثل. لا أنا هنا عايز طبيعي أقولك يا كريم هنا. الواحد بيكون عارفك كمان وعارف شخصيتك اللي هي ملهاش اي علاقه بالادوار اللي انت بتعملها بيشوف قد ايه انت فعلا ممثل شاطر، لان ده بعيد البعد تماما عن شخصيتك الحقيقيه والباك جراوند بتاعتك واهلك عاملين ازاي وفاهم اللي هو يعني انت مش كده خالص. والله العظيم يا ريهام ده بالعكس وانا بتفرج عليك بحس ان انت فعلا نصاب يعني فاهم هايل. فبرافو. مش عارفه اقول لك ايه بجد. ده احلى كومبلمنت جالي والله لغايه دلوقتي لانك انت عارفاني ومتربيين مع بعض. ف طب قولي يا كريم الدور اتعرض عليك ازاي؟ الشوريل بتاعي راح لاستاذ محمد سامي، واستاذ محمد سامي تقريبا كان سكن المسلسل كله. ما كانش ناقص غير الدور ده، كان شايله للاخر لانه ظهوره في الاخر. ما كانش لسه اتسكن. مواصفات الشخصية وكده لقاها تمشي مع اللي أنا بعتهوله في الشوريل، فسكني على طول. حتى ما عمليش أوديشن لأن الشوريل كان فيه انفعالات ورياكشنز وشخصيات تكاد تكون قريبة من الشخصية اللي أنا لعبتها في جعفر العمدة، فكان الموضوع تمام يعني. على طول اتسكنت. على طول في الدور ده بالظبط. وانت وبتقرا الورق حسيت ان هو ممكن يعني يبقى استحالة. مستحيل. ها استحالة. مستحيل تفكر ان هو هيبقى ترند. استحالة. ما انا بقول لك انا اتخضيت. انا بعد لما نزلت الشارع في نهاية الخط الدرامي بتاعي انا ووداد، لما بقى البلوت تويست بانت وان انا تبع صفصف وان انا جاي مش جاي نصاب، لا ده انا جاي اصلا عشان اجيب حق سيد وكده، الناس في الشارع كانت مبسوطه بيا جدا. طبعا بيعملوك كويس. لان احنا شفنا فنانين تانيين في المسلسل يعني الناس مش طايقاهم. في ناس لما لغايه النهارده جوري بكر وداد لما بتنزل الشارع مش صريف، بيعملوها وحش. جدا. والله صعبت عليا في الاخر. طب احكي لي كواليسك معاها كانت عامله ازاي؟ بصي الكواليس كانت لذيذه جدا، كانت ظريفه جدا. كواليسي مع جوري ومع احمد فهيم ومع هاله صدقي كانت لذيذه جدا يعني. انا الايام اللي رحت صورت فيها كانت ايام كنت مرتاح فيها، والناس كلها كانت بتساعد بعض والناس كلها ظريفه وكده. بس انا كنت رايح حاسس ان انا ايه ضيف على المسلسل، قلت خلاص ماشي يعني. حصل العكس تماما. ما اعرفش ما كنتش دي بقى حاجه في علم الغيب بقى فاهمه. بس انا كنت مبسوط في الكواليس، واستاذ محمد سامي برضو الدايركشنز اللي كان بيديهاني حلوه جدا. طب واحنا في قبل الحلقه على طول ما نصور كنت بتقولي ان هو كان بيدي دايركشنز كتيره جدا لكل الفنانين. محمد سامي ما فيش حد بيعدي من قدام كاميرا محمد سامي غير لما بيبقى طالع ماميه. كل الادوار في مسلسل جعفر العمده، الادوار الصغيره والادوار الكبيره كلها علمت. هتلاقي نفسك فاكره كل الناس. مفيش حد عدى اتكلم عمل اكشن معين هتنسيه استحاله. صح فعلا ده اللي حصل. طب ايه الدور اللي انت بعد ما اتفرجت بقى على المسلسل وكده كان نفسك تعمله؟ والله مش يعني يعني اكيد مش وداد. الدور اللي نفسي اعمله اعتقد اصل انا المشكله في حاجه، انا لما بتفرج على فنان بيعمل دور ما بعرفش اتخيل حد غيره في الدور ده. يعني خلاص هو بيثبت في دماغي بالدور ده يعني. الادوار كلها الادوار الرجاله كلها في المسلسل، كارم فتح الله ونعيم وكده، مش متخيل حد تاني يعملها غيره. بس لما بيجي الورق في الاول خالص وانت بتقرا كده بتحس ان في اكيد يعني دور كده اللي هو تحس اللي هو ايه ده انا نفسي اعمل الدور ده، او انا حاسس ان انا لو عملت الدور ده هيبقى مثلا سهل عليا ان انا امثله او صعب عليا جدا ان انا امثله بس نفسي اجربه. فاني دور كان في ادوار جريئه في المسلسل بصراحة. طبعا دور بس انت كمان دورك جريء. دوري جريء. بصراحه دور كارم فتح الله جريء جدا.
اللي هو اللي لعبه الفنان احمد عبد الله لانه ده كان فيه مشاهد اكشن كتير وعايز اقول لك برده مش سهل على هو اصلا دكتور مش سهل على دكتور انه يبقى يعمل بقى شيفت يبقى ممثل واحنا كمان الشعب المصري بيتاثر قوي باللي بيشوفه في التلفزيون فكان طالع شرير وكان بيتضرب وسوريا ضربته في الحاره وبتقفل اللي هو بالشبشب اللي هو يعني حرام والله يصعب عليا يعني دوره جريء محتاج طبعا حد جريء. طب كريمة انت اتفرجت من الاول خالص يعني واحد رمضان اتفرجت على المسلسل من اول بدايه عرضه؟ اتفرجت. طب وكنت حاسس ايه؟ ما كانش لسه حاسس ان الدنيا هتنتشر وان الناس هتبقى مركزه؟ يعني في ناس كتير قوي كانوا بيقولوا ده احنا حاسين انه زي وقت الماتش بتاع مصر مع بلد تاني. ما انا استغربت ان الناس بتقعد وقت اذاعه مسلسل جعفر العمده بيقعدوا كانهم بيلموا بعض بيتفرجوا على ماتش وبيشجعوا كده. قفلات الحلقات مرعبه يعني بجد الواحد ما بيبقاش عارف ايه اللي هيحصل بكره ومستني بكره عشان يتفرج. انا كنت بجمعهم عشان ما اضايقش نفسي. بتاخدي بلوكات ها لوكشه يعني اجمعهم بس انا مثلا 10 رمضان واتفرج على 10 حلقات ورا بعض. ناس كتير كانت بتعمل كده. ناس كتير كانت بتعمل كده ايوه لان الواحد بجد كان بيبقى عايز يعرف ايه اللي بيحصل. ومحمد سامي دايما بيقفل في وقت اللي هو احنا بجد هنموت ونعرف ايه اللي حصل بعد كده. دي حقيقه فعلا. لا مسلسل جعفر العمده كمان متهيألي على نص رمضان عالي قوي. بعد ما احنا عرفنا ان مراته هي اللي سرقه الطفل ولا لا متهيألي وقت ما وداد قالت لسيد اتجوزت شوقي وقالت لسيد انها اصلا خلعاه من 7 شهور بالظبط. متهيألي دي كانت البوم ده كان في نص رمضان تقريبا ووقت خروج شوقي من السجن. مصر كلها كانت عايز تقتل وداد بجد. بص انت كنت طب انا عايز اقول لك على حاجه. على فكره عايز اقول دور وداد مش من الادوار الكبيره في المسلسل يعني دور الاربع ستات اكبر. الاربع زوجات اكبر منها ولكن ده اللي انا كنت بقوله لك في اول حلقه هي بالكيف هي عملت حاجه فاهمه في حاله هي عملت فجرت قضيه فاهمه فهي دايما بيتبص لها كده. دايما بيقولوا انا مش عارفه ده صح ولا لا بس يعني الناس اللي بتتفرج دايما تقول ان الدور بتاع الفيلن او الشخص الشرير بيتعرف بسرعه جدا والشخص ده بيبقى معروف بسرعه جدا والشخص ده دوره بيعلق مع الناس بسرعه اكتر من الشخص اللي مثلا ممكن يطلع طيب. ده حقيقي؟ بصي هقول لك على حاجه. الشرير دلوقتي السوشيال ميديا ما بقاش حد هي بقى الواحد بيشوف الرياكشنز بتاعت الناس على السوشيال ميديا فالشرير بيتشتم على السوشيال ميديا والطيب بيتقال عليه اهبل وعبيط على السوشيال ميديا فما حدش عاجبه حاجه عارف فعلا الادوار اللي بتعلق مع الناس هي ايه. الطيب بيحبوه ولا الشرير في الاخر بيعتبروه سوبر هيرو ولا ما بقاش مفهوم يا ريهام. يعني جالك اي كومنتس انت يا كريم طيب على السوشيال ميديا سلبيه بسبب دورك؟ مش سلبيه ان انت مثلت حلو او وحش لان ما فيش حد هيختلف على الموضوع ده بس قصدي اللي هو مثلا انت كنت شرير قوي مع وداد انت كنت في حصل كده في اول كام حلقه الناس كانت متضايقه جدا ان انا هاجي اخد الخمسة مليون اللي هي اصلا مقلباهم من سيد فاكرين ان انا هحط الخمسة مليون دول في جيبي فلا هو الموضوع مش كده. طب نتفق مع صفصف وهي كانت راميه لها كلمه في الاول على فكره كانت راميه لها كلمه بس محدش افتكرها. انا افتكرتها عشان اعرف التركيز برافو عليك على فكره محدش خد باله محدش وهي وقفت تنحت ما فهمتش ايه ففي اول ظهور ليا الناس افتكرت ان انا نصاب فكان في الناس متضايقه لكن في الاخر خالص الناس بقى الناس حبت حق سعيد. كريمه احكي لي عن دورك في جروب الدفعه. جروب الدفعة إخراج أستاذ محمد عبد السلام وكان في مجموعة كبيرة من الشباب شاري عادل وميدو عادل وعمرو وهبة وأحمد مجدي وولاء الشريف وبسمة داود. أنا كنت مبسوط بالمسلسل ده لأن المسلسلات اللي بقى فيها بطولة شبابية بتبقى برضو ليها تارجت للتينيجرز أكتر فاهمة؟ أيوة صح نوعيات المسلسلات اللايت تينيجرز واول العشرينات كده بالظبط فدي شريحه كبيره جدا انا كنت احب اوصل لها. فجروب الدفعه انا شايف ان جروب الدفعه نجح انه يوصلني للشريحه دي. طيب كريم هتعمل ايه دلوقتي؟ يعني دلوقتي بعد ما انت طلعت
ترند على السوشيال ميديا بطريقه كبيره جدا جدا جدا، من دور يمكن ما كنتش موجود فيه من الاول للمسلسل لاخره، لكن هو اثر جامد جدا في الناس. فدلوقتي اختياراتك هتبقى عامله ازاي الفتره اللي جايه؟ اعتقد ان انا لازم العب الكاونتر. يعني انا كنت نصاب وفيلن، هو فيلن لانه نصاب في الاخر بالزبط. بس هو يعني شاف المصلحه نصاب فين؟ مع الناس اللي احنا بنحبها. نصاب مع، بس هو نصاب في الاخر. اعتقد ان انا لازم العب ادوار مختلفه. لان دورين نصاب كده ورا بعض لا هتلبس فيا، ف نصاب العمر كله. فلازم بقى نشوف دور بقى تاني. واعتقد برضو ان انا هشتغل ان انا اغير بقى اللوك بتاعي. يعني انا طلعت بلوك معين في المسلسل ده هيتغير بقى خالص. وفي حاجه جديده تانية قريب؟ والله كلام. لسه مفيش حاجه يعني، مفيش حاجه صالد. مفيش حاجه كونفيرمد. لا ربنا يوفقك يا كريم، ومبسوطه جدا 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 ان انت كنت معايا النهارده. انا ام براود اوف يو يا ريهام والله العظيم. وانا كمان والله يعني مبسوط ان انا كنت معاكي النهارده. مستغرب الموضوع شويه. أيوة صح، اول مره اعمل لك انترفيو. ايوه يعني دايما كنا نتخانق مع بعض اكتر. بالظبط. ممكن نتخانق، ممكن نتخانق على الهوا لو عايزه. لا ربنا يجيب خير ارجوك. ميرسي يا كريم، نورتني ونورت ترانز. هرجعك بقى انت الزمن الجميل بتاع التقديم، وهخليك انت النهارده اللي تقفل الحلقه بتاعتنا. هقفلها؟ ايوه بجد. يلا ورينا شطارتك. ماشي. مشاهدينا بكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا من ترند. باي باي.